بالنسبة برساجة كومو غاد. نعم سيدة، خذ هيك الصفر هذوك نتاع باب الجزيرة من غاد يهبطوك وين نلقوا رجال. نعم هكا قريب. وقتاش تبدا الخدمة؟ ستة ونص سبعة. ستة ونص سبعة. تعمل سيركوي كل يوم وكيفاش؟ سيدي حسين شر الكول. بساج عندها مالية تدخل لك، تدخل لك كان البوليسية بساج. ندخل أنا نتهز. نهار اللي يوصلك ربي ما يشدكش الحاكم وتجاعل تروح لاباس. نهار اللي يشدك الحاكم تخليها متروح. ما حضريها بسبعة مية. بلاستين ولا بلاستين؟ واحد ياخو 10 رخص وواحد اشترى رخصة ما يخلطش عليها. يكري ياخو رخصة يكريها لك ب 30 ب 40 مليون على 5 سنين. وطبعا يحل قهوة ولا يحل مشروع آخر ولا الدنيا ولا يعني مدافع. لا أنا في سيدي حسين خويا مشروع مدافع. الإنسان معناها أبو عيلة باش تمد له رخصة فهمتني يخدم على صغاره. ليه؟ بينما ناس اخرين تاخو حتى توصل 10 رخص. يا اخو خويا ثم شكون يا اخو هيك؟ كي تبدا كهربته متعادية بالكياس كهربة سيفلان هذيك ما تمسش. عباد مساكن هذوما الصباح ساعات كي تبدا كابسة بالحاكم يمشي يخدم الثمانية يوصل العشر. على كرام ما ثماش ترونسبور. فاهم بحذاك. نوقف انا الكهرباء خويا حتى يمشي الحاكم احنا الكياس نمشي نخرج نخدم على روح شد الحاكم نمشي نروح. يغزر مساك قديش تصب لها مزود كل يوم؟ احنا هو الخدمة كان خدمة نهار كامل تصب لها 30 40 انتي وخدمتك. يحكوا لك راه بالنقل ما فيهاش وراق. هاي خويا وراق. وراق حكيم. هاي لا سيرونس غادي. شنو هي الفرق بين كهرباء كيبل كذا 6 مليون بلايص ولا كهرباء تاكسي جامع؟ شنو هي الفرق؟ هاي وراقها كامل، هو وراقه كاملة، هاي وراقي كاملة. الحمد لله حتى كي عديت حبس لا على السرقه لا على خطفه لا حتى شيء. اشترها وما عند الحاكم هكاك. هو احنا خويا واحد تابع عليه ربي عرس عمل صغيرات عمل دويره يخرج يخدم على روحه. ماش حبوا نرجعوا لك الخمج. في وقتنا ذالي ما تخدمش ارجع للخمج. لو واحد يبدا خارج قصد ربي تجي عندي باش تفك لي الكهرباء تحطها غادي. انا باش نروح الصغار كي تيق بنتي صباح تقول لي بابا اعطيني مصروفي ولا المجد نقولها بري البوليسيه طابتوني اختي.